أصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بيانا مشتركا حول تسلم الرد القطري على مطالبها، ومؤكدة أنه سيتم الرد عليه في الوقت المناسب. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الدول الأربع تلقت الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية، والتي جاءت تلبية لطلب سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح قد التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم أمس وسلمه الرد القطري على مطالب الدول الأربع.